عبد الرزاق يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم عبد الرزاق زوحو فريق العالمي وبطريقة حمد الله يسجل أول يهدف اللقاء ويضع النصر في المقدمة من أجل العودة إلى العالمية من أجل عرش الملعب حكم يشير باستمرارية اللعب لا وجود للخطأ تعود المحاولة من جديد راسية تاكيو شخصيا بأن مثل هذه الكرات ومثل هذا السقوط لن يكون